فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تسكن في الغرب وتقول إنها امرأة متزوجة وقد زنت، ومن شدة ندمها على معصيتها واستحيائها من زوجها طلبت منه أن يطلقها أو أن يخلعها لكنه رفض. سؤالها: هل يجوز لها أن تخبره بمعصيتها لكي يطلقها بناء على ذلك، أم تستر على نفسها؟ تخبره بأن هذا الولد حصل إما اغتصاب، وإما تجيب لها عذرا يعني أنه اغتصاب ولو باختياره لأجل ما ينسب إليه، وتعتد عقب الجريمة، تعتد وهي زوجته ما تخرج عن عصمته، لكن تعتد عقب الوطئ الفاسد هذا. نعم، مع التوبة إلى الله تبقى زوجة له، إذا تابت تبقى زوجة له. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لكن الولد ما لو أنكره ما يقبل، ما دام الولد للفراش إلا بالملاعنة، فتقوم الملاعنة بينهما عند القاضي، وحينئذ إذا تمت الملاعنة يفرق بينهما وينفى الولد عنه. نعم، ما ينفى إلا بالملاعنة، ولا يفرق بينه وبينها إلا بالملاعنة. نعم. والذين يرمون أزواجهم تقرؤون هذا، ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم إلى آخر الآية. نعم.